حدانا اليوم 120 جنيه عايزين نجيب منهم ايه الغدا. ميزانيتها ما تخرش الميه وبتمشي مصاريف بيتها باقل التكاليف. اما جوزها فباع اللي وراه واللي قدامه لما كانوا مخطوبين بسبب مرضه الخطير. اسرار هتعرفها معانا لاول مره عن زمردة ملكه التوفير وليه اسمها صدر الترند الفتره الاخيره. عندها 25 سنه بس تفكيرها اكبر من عمرها بكتير. بدات تقدم محتوى عن ميزانيه البيت من وقت للتاني ومن ساعتها اسمها بقى مشهور جدا في عالم السوشيال ميديا. في الفتره الاخيره اتصدرت الترند اكتر من مره بسبب جملتها الشهيره ب 120 جنيه هنعمل غدا الفردين. في البدايه جمهور السوشيال ميديا دعمها بس مع الوقت فيديوهاتها بقت تستفز كتير جدا من المتابعين وبينتقدوها وبيقولوا انها السبب في خراب بيوتهم لانها بتشتري الحاجات بسعر اقل بكتير جدا من الموجود في السوق. ورغم الانتقادات القاسيه اللي زمردة بتواجهها في مواقع التواصل الاجتماعي الا انها مستمره في تقديم نفس المحتوى. كمان جوزها قرر انه يدعمها وبقى يظهر معاها في الفيديوهات وده اللي خلى كتير من الناس عايزه تعرف مين هو جوزها وايه قصه حبهم. اسمه احمد رجب عنده 33 سنه بيشتغل في النسيج. اما قصه حبهم فبدات لما شافها في فرح حس انها قد كده محترمه وقرر انه يتقدم لها وفضلوا مخطوبين 4 سنين. هو في الوقت ده كان عنده اصابه بمرض خطير ساعتها باع اللي وراه واللي قدامه علشان يسد تكاليف العلاج لدرجه انه باع المصنع الخاص بيه وهو مصنع نسيج برخص التراب وبعد كده بقى بيشتغل عند الناس. رغم كل ده زمردة ما سابتوش فضلت معاه لاخر لحظه وفعلا خلص مرحله العلاج بسلام وبعد كده اشتغلت في السوشيال ميديا علشان توفر اي فلوس. في النهايه انتوا رايكم ايه في نوعيه المحتوى اللي زمردة بتقدمه وهل فعلا كان سبب في خراب بيوت ناس كتير؟ ما تنسوش تقولولنا في الكومنتس.